عمهلك وقف لحظة واسمع هالكلمتين على الماشي. مرحبا. الحكي على بعض والتجريح بالناس صار سين حالنا بهالأيام، ومنتباهى أنه البرامج التلفزيونية يلي بتتناول حياة المشاهير فيها كتير ريتينج. اهتمامنا صار بمواضيع ما بتعنينا، منتدخل بحياة الناس بدون استئذان، أو بدافع أنه نحن بدنا نعمل سكوب الحشرية، أو بدنا نقضي على شخص ونقضي على سمعته بحسب مزاجنا إذا بيعجبنا هالشخص أو لا. يمكن مرق من حدنا وما صبحنا، ثاني يوم منحطمه ومنحسب الله ما خلقه، منخلق له ملف مبني على التلفيق والكذب حتى لو كان حقيقة. مين أنا حتى دين خيي؟ بتبقى حياة الإنسان الخاصة ما دخلني فيها، بنصب حالي قاضي وبحكم علي. كنت أنا على الماشي بدها تقلك اليوم إذا ما بتعرفني ما تحكي عني، وإذا ما تعاملت معي ما تحكم علي، وإذا سمعت عني بدون ما تقبلني شو ما سمعت عني ما تصدق إلا ما تقبلني. والله معك.